نزيدك مستوى جسمك ما فحيته اعتقد انها راح تنفر اليوم نحن منتسبي مستشفى ابن القف جينا اخذنا لقاح الكورونا ومن الاوائل اللي تم تلقيحنا ومضت عليه اكثر من نص ساعه وانا بحاله صحه جيده فادعو المواطنين الا يتخوفوا من هذا اللقاح لقاح سليم ولقاح جيد وان شاء الله بشفاء لكل العراقيين ونحن نعتبر الكادر الاول للجيش الابيض في وزاره الصحه ومن بعدها يتم التلقيح لكبار السن وذو الامراض القديمه والحمد لله والشكر ما بي أي خلل أو أي مخاوف من يمه.